السلام عليكم. صنعت قاضية المؤثرة الجزائرية والمدعوة دنيا سطيفي الحدث في الجزائر، وأصبحت حديث العام والخاص، والكل يريد أن يعرف الحقيقة ومن هو المتورط والذي قام بنشر هذه الفيديوهات. وقال أحد الناشطين المعروفين في الجزائر أن فتاة حدر من ولاية سطيف وبمساعدة أحد الأشخاص هي من قامت بنشر وتسريب هذه الفيديوهات بدفع الانتقام لتشويه سمعتها، بسبب أن هذه المؤثرة رفعت عليهم دعوى قضائية. ودعا ناشط من السلطات الوصية والأمنية إلى ضرورة الإسراع والتحقيق في الأمر ومحاسبة الفاعلين، وأيضا تحديد الصفحات والمجموعات والتي تساهم في نشر الرذيلة وفساد الأخلاق بين الجزائريين ومحاسبة القائمين عليها.